عسلامة. 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 مرحبا بكم نسكن. الله يسلمك عايشك. عرفنا عليك. عبد المنعم من الجزائر. مرحبا. عبد الكريم من الجزائر. زياد فاروق من الجزائر. جيت لتونس أول زيارة؟ أنا أول زيارة لتونس. أنا جيت من قبل، جيت في 2015. هذه ثانية يعني. هذه ثاني زيارة لي نعم. أول زيارة، أنا أول زيارة. انطباعك كأول زيارة لتونس؟ أنا شخصية ولا أول باش ناخذ النمرة. هنا تونس ما قعدناش بزاف، قعدنا في سوسة، سوسة باهية شوية. سوسة تبع البلاد التونسية كمان. واه زعما تونس العاصمة. سوسة باهية شوية على تونس. سوسة فيها نشاط بزاف، فيها حركة، فيها سياح، فيها مي تونس العاصمة. هذا وين هبطنا في تونس العاصمة؟ أول مرة راني نجي تونس العاصمة أنا. جيت ديجا الحمامات وكاع ما شاء الله. بلاد سياحة. انطباعاتك على العاصمة؟ نعم؟ انطباعاتك على العاصمة. عاد هذا وين هبط راني راح نشوف بصح على بالي بلي كان تما غاشي كثير. Non, on ne voulait pas venir avec une agence de voyage, on est venu comme ça, par route, on a pris le bus et on est parti à Sousse directement. Tu as dit Tunis, tu n'as pas de C'était... je vous dis la vérité, je voulais partir en République tchèque. Alors, Maktoub, Makanj, alors j'ai décidé de faire un voyage avec mes amis en Tunisie. Voilà. Alors c'était très agréable. Non, les trois. انا وصاحبي ديسيدينا باش نجيو لتونس، قلت لهم نروحوا لتونس، ابري هو قال لي نجي معاكم. من ما طاولوش كان حاب يروح للتشيك وربي ما كتبش جا معنا لتونس. الحدود اون ا ديسيدي. فوالا. شنو اللي عجبك بالضبط؟ بالضبط سي لا كوت اللي تري اغريابل. لي جون تري سيمباتيك. c'est vraiment c'est un bon souvenir que je n'oublierai jamais. Voilà. بالنسبة ليك شنو عجب؟ بزاف صوالح بزاف. بزاف. أنا بالنسبة لي كبلد احنا كتونس احنا في بلدنا الثاني. احنا خاوة خاوة، كلش عادي، نحس روحك في الجزائر عادي، كلش عادي هنا عندك. Ça y est, déjà on parle en Tunisie. On parle Tunis, normal. Voilà. La langue tunisienne, tu fais mon fils ou la saïba nique? Je la fais, mon surf et tout. La chose surf. Surf, ça y est, bizarre. Je vais la tamasia de jouer. La vie, elle est trop, un peu. Elle est devenue un peu trop chère par rapport à nous en Algérie. شنو تعرف في حياتك انت؟ انا شوي انسيون. في الجزائر بالطبيعة. في الجزائر وي. اعطينا لمحة عن وضعية التعليم في الجزائر. وضعية التعليم في الجزائر. دوبوي كونا صديقة اون ابخي ل ل صديقة افون اون ايتي On enseigne avec des classes de 35 à 40 personnes. Après, on a décidé, pas moi, c'est le ministère, par groupe. Donc les groupes, c'est mieux d'enseigner avec des groupes. Le groupe, combien de personnes? 15, 16, 17. اعتماد المجموعة. Travailler avec l'approche par compétence. Comprenez? Ça aide pour passer l'information, pour qu'il y ait une interaction entre l'élève et l'apprenant. Voilà, ça c'est mieux. كبرامج، برامج تعليمية. Programme, il est un peu trop lourd. Je vous dis la vérité, il est un peu trop lourd. Alors, نتمنى يعني ينقصوا شوية من البرنامج. فوالا كي نحكيو على مستويات التلامذه مويا مويا وي فما الباهي فما المتميز كيفاش فما المتميز فما المتوسط فما بيان سور اون ا دي سادير يا دي زيلاف كي اون نيفو
C'est-à-dire ils parlent bien français, et ils comprennent à la maison, avec leurs parents, ils discutent en français à la maison, ils suivent des informations en français, voilà. Donc il y a des élèves qui ont un très bon niveau, voilà. Et d'autres moyens, voilà. Benesbalik, je suis un commerçant. Oui, la tijara. التجارة وقت الكورونا كانت شوية تجارة صعيبة بس كوش تغلق والناس عادت تسوفري وعاد الموتة وعادوا بزاف حوايج من بعد سقمت الأمور تم عودة كمان تم عودة لحد الآن تم عودة مليحة الحمد لله أنا في سنة من اللي بدأت تفتح الأمور في الجزائر أنا حاجة مليحة إن شاء الله تتحرك هنا في لاتينيزي تاني إن شاء الله مكان إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة لي تاجر عندي حانوت كيما هاك متجر تاع تليفونات وانفورماتيك شوالا السلعة زايدة بزاف ورانا حافزين انتوما اصحاب كيفاش عرفتوا بعض؟ نعم كيفاش عرفنا؟ احنا اصحاب منذ مدة طويلة زونسيان زامي اوني دي زونسيان زامي وي احنا خاوة تسمى خاوة ماشي صحاب عائلة واحدة ما عندناش حد احنا كلمة صحاب ولا احنا نقولوا خاوة واحد يلفت لاخر كيما ينظر هو ينظر انا ينظر هذا كاع كيف تختلفوش؟ نعم؟ ما تختلفوش؟ كاين بعض الاشياء صغيره نختلفوا فيها ساكيه بيريفيريك دي فاي بعد بعض الامور خاطر هذا يحب الشامبوان بزاف بريفير لي راكورسي مي ما نوتر امي بريفير لي با لي ساكيه بيريف مسيطر خلينا نقول شكون قائد كيفاش مسيطرة؟ ما عندناش نسبة، شوف هي حاسبني ما عندناش مسيطرة هنا ما كاش مسيطرة في مصر نجمعوا ناكلوا ناخذوا قرار واحد ونروحوا ناخذوا القرار شكون الحكيم فيك؟ أنا كبير أنت الحكيم يعني أنا الحكيم يعني إيه تنصحهم ترشدهم ايه كي تكون عندي تجربه كيما انا جيت تونس من قبل عندي تجربه نعطيهم نصائح في الصوالح اللي فاتوا عليا وخطات هو صغير عليا ندي عليه نصائح في الصوالح اللي ما نعرفهمش انا ثاني باسكو واحد يسمع على الكبير وعلى الصغير خلي لي كلمه الختام الكلمه الاخيره لا تونيزي الي تري بون اون سادير اون توريزم سادير الي كلاسي ميور جو دي كاريمون نتمنى الالجيري يعني ثاني On fait des va-et-vient. توانسة يجوا لعندنا وحنا نجوا لعند توانسة. إن شاء الله إن شاء الله خليه يتكلم. حنا خاصنا ترا من الجزائر لتونس العاصمة. طاكسي ما كانش المركوب ناقص بزاف كاع. الكلمة الأخيرة نقول لك إن شاء الله نعاود نرجعوا لتونس وحسينا أرواحنا بلي أنا في بلدنا الثاني. توجور كي نجي لتونس نحس روحي بلي أنا في الجزائر. هنا خاوة. مرحبا بكم.